وبالشكر تدوم النعم. حييكم مستمعي مشاهدينا وين ما كنتم عم بتتابعوا الحل عنا، يعني وزارة الطاقة والطاقات، وزارة الخير والخيرات. أنا اللي بهمني شغلة وحدة، الخير والخيرات من نعمة الله، ولكن نحن البشر على شو حفظنا؟ على أي استراتيجية؟ حجر أساس من هون وحجر أساس من هون، والناس لا عندها مي ولا عندها كهرباء، وبالنتيجة جبنا السرير قبل البيبي ومنقول مرسي، بس مرسي لمين ولشو؟ ومننتقل للمعلومة. معلومتنا لليوم هي عن سد بقعاتة كنعان اللي صدر المرسوم رقم 14038 تاريخ 19/1/2005. هالمرسوم هيدا اعتبر الأشغال عائدة لمشروع إنشاء سد وبحيرة بقعاتة كنعان لقضاء أي كسروان والمتن محافظ جبل لبنان من المنافع العامة. فاستراتيجية السدود المعدة من قبل وزارة الطاقة والمياه لاحظت أيضا لقضاء المتن السد الأساسي المخطط تنفيذه بمنطقة بقعاتة كنعان، والأرقام اللي أقيمت على أساسها بتبين الدراسة بناء السد أنه بيأمن عند إنشائه حوالي 31 ألف متر مكعب من المياه يوميا، أي ما يعادل نص كمية الماء المستهلكة يوميا بالمتن، يعني 62 ألف متر مكعب. كما تشير الدراسة أيضا إلى أنه هالسد رح يضر 50 ألف متر مكعب يوميا بحلول عام 2025، أي ما نسبته 70% من إجمالي حاجة قضاء المتن المائية اللي بتكون قد بلغت حوالي 80 ألف متر مكعب بهالحين. غير أنه تكاليف بناء هالسد هيدا الباهظة قد لا تسمح ببدء العمل به قبل وقت ليس بقريب، ذلك عدا عن التكاليف البيئية المترتبة على مشروع بهذا الحجم. وتوضح دراسة وزارة الطاقة والمياه أنه بعد تنفيذ مشروع سد بقعاتة كنعان بتكون منطقة المتن الشمالي أمنت حاجتها من الماء حتى العام 2040، هيدا سنة 2005، يعني بوقتها لو تطبق ليك قديش كان بده يكلف، وخايفين من الكلفة ومن الأمور البقية. فامبارح نوضع حجر الأساس. يا أهالي المتن وكسروان، أقولكم رح نعيش لل 2025 ويكون صار عنا مي 24/24؟ ساعتها منقول شكرا. مين المسؤول؟ رئيس بلدية قرنة شهوان الحبوس المهندس جان بيير جبار، يعطيك العافية. اهلا، نحن دائما شكرا مع نيسان بتبلش الاتصالات تكثر اكثر حول تزفيت الطرقات الداخليه، ونحن وردنا اتصال الاسبوع الماضي من سيده من منطقه حبوس، بده يكون على حدود اذا بدك تسمي، بتسال هل ملحوظه ايضا لدى البلديه تزفيت طرقات حبوس؟ الحبوس هي الأولوية هالموسم عنا، يعني لأن هذيك الموسم ما أخذت الحبوس قصتها، هالموسم الحبوس الأولوية، يعني الله رب حزيران لأن صار الالتزام على طريقه هلا عم نلزم. نعم، بقى طرقة الحبوس 70% منها كلها رح تتصفت. كثير منيح. وقرنة شهوان بأنه عم نحسألك. بقرنة شهوان في بالربوة كمان رح يطلع زفت على منطقة الربوة الظهر، في زفت بالبياضة وبقرنة شهوان في طرقات عم تنعمل، عم تتأهل طرقات مش تزفيت لأن حلتها كتير منيحة يعني، بس عم نعمل التطوارات والبنى التحتية يلي مطرح اللي بعد مش خالصة، يعني عم نخلصها بهالموسم من الأراد. يعني بلشت الأشغال بال نحن مبلشين بوصلة قرنة شهوان بالبياضة، بلشنا فيه بأول السنة وإن الله رب يخلص بس يسكروا المدارس، لأن تعطي ضغط المدارس ما فينا نقطع الطرقات نلغي الطرقات ونعملها. نعم، بس تخلص المدارس بعد ما تخلص البروجرام تبعنا خمس جماع بنكون خلصنا الوصلة وجهزناها وزفتناها عن جديد. كثير منيح، لكن ابتداء أنا من حزيران التزفيت بالحبوس مش قبل؟ لا لا أكيد مش قبل. أنا أكيد مش قبل، لأنه نحن عندنا ثلاث مدارس كتير كبار بالمنطقة. نعم، إنه بيصير في يعني ما لنا شغلة طبيعية نزفت ويكون المدرسة الأوتوكارات تبع المدارس وكل شيء عم يقطع عليهم والأهالي وهي، بينما بس بيصير فينا نقطع طرقات ويعملوا برمة الأهالي يعني. نعم، يعني بس نسكر طريق نزفتها بنسكرها ونهارين 24 ساعة وبنعملها، بينما إذا في مدرسة لا فينا نسكر طرقات ما فينا نعمل شيء.
أنا بدي أشكرك لهالتوضيح، أكيد لكل الناس اللي سألونا. شكرا لك جان بيير جبار، رئيس بلدية قرنة شهوان الحبوس. وبدي أقول إذا أنه حاليا بدأت الأشغال، إنما التزفيت مؤخر لأنه في مدارس، وحتى ما تعرقل الناس أكثر على الطرقات. ومنتابع الحل عنا عبر الام تي في، ومنتلقى اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444. ولكن لحين ما ناخد اتصالاتكم، متابعات أكيد كثير سألونا عنا. إذا بمتابعتنا بالنسبة للمي، بدي بلش بالمي لأن هي دايما أولوية بالنسبة للمعاملتين الخط يلي دايما المي رايحة والرب رعيها على هالطرقات. مثل ما عرفنا قالوا على معاملتين في استبدال خط جديد، لأنه هذا الخط القديم صار مهترئ لدرجة ما عم بهدي المي فيه. من هيك في خط بديل تلزم وراح يتباشر بس فقط باشراكه، يعني انعمل الخط بس بده يعني يشاركوه على الاكيد على المشتركين. من هيك يعني صرنا بالمرحله الاخيره. لوقتها طلبت مقسميه بيروت وجبل لبنان من الاشغال بكسروان انه الى حد ما بشكل مرحلي انه تظبط الخط الاساسي لما تروح المي هدر، ولكن تلزم اشراك الخط البديل الجديد، وبعتقد من هلا لاسبوعين ثلاثه بتكون المي وصلت على البيوت من الخط الجديد. اما بموضوع اللي اتصلوا فينا الابراج فرن الشباك، انا بتمنى على اللي اتصلوا فينا يتصلوا، يعني نحن اخذناها على الخط الساخر. من هيك لما بقول لما بتسجلوا اي شكوى او اعتراض او شيء، كثير مهم يا تذكروا رقم التليفون او عنوان كامل، لانه حتى يستوضحوا اكثر بنقدر نساعد اكثر. فانا بتمنى يلي اتصلوا فينا بمنطقه الابراج فرن الشباك بموضوع المي يرجعوا يتصلوا فينا حتى ناخذ معلومات اكثر، او يتركوا لنا رقم التليفون نحن بنتواصل معهم. ايضا بالمتابعات بدي اقول انه بمنطقه الديشونيه كمان حدا اتصل فينا من الديشونيه، مش تارك لا رقم تليفون ولا تارك عنوان. اللي بعرف انه بالديشونيه في ناس عم يطلع لها مي اكثر من ناس، ولكن يا ريت بنعرف وين بالديشونيه كمان حتى نسهل الموضوع اكثر. ايضا كمان بموضوع الكهرباء، قضيه بيت الشعر، ببيت الشعار الكهرباء مربوطة مع العلم. قالوا لنا بكهرباء لبنان اليوم انه في تحسن كتير بالتغذية بالتيار، بيتفاجئوا كيف ما في كهرباء ببيت الشعار. اخذوا رقم المتصل فينا رح يتواصلوا معهم، بفتكر رح يتواصلوا معكم يلي اتصلوا فينا حتى يعرفوا شو المشكلة بالضبط. بكل الحالات بننتقل الى خبر جديد وبعده منتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، بنتلقى اتصالاتكم على 04-444-444. الو، عم بسمعك وانا كمان. الله معك، يا اهلا فيك يا ستنا. عنا مشكله قديمه كثير، يعني الي 10-12 سنه طالع على التقاعد وبعدنا لاحقين. هيدا الفنيه بوزاره الهاتف اتصالات. نعم، معك خبرين. نعم، بحب اعرف لانه ساعه بقول بدي شيلها من راسي، ساعه بقول دفعت مصاري للمحامي. من مدة شي 12 سنة في رفقاتي قدموا دعوة شي 200-300-400 واحد بدي قداش، وربحوا الدعوة وقبضوا حقه. أنا قالوا لي إنه أسوة بهدوك بيمشي الحال. نعم. تاري المحامي شاطر حط بالأسماء الأشخاص اللي هذا، ونحن ديجينا بنطالب قال لا بدك توقف محامي. يعني إجت مش بالمجمل، إجت للناس اللي تقدموا بالدعوة. نعم، انا عم بسمعك على التليفون ولا على شو بسمعي؟ لا، عم تسمعني على التليفون، واكيد عم بتشوفني عندك بالبيت. عم شوفك، عم شوف الوجه الحلو. الله يخليك. بس دخيلك بدي اعرف يا بشيلة من راسي، لانه انا صار عمري 75 سنه، شو بدي انطر بعد العمر كله؟ ولا المصاري ولا مجلس الشاورة، ما بعرف شو لك حقي هذا التعبي. انا اكيد كنت اشتغل هالنهار، بهديك الايام كان موظف يشتغل، مش مثل ما بعرف هالايام. بكل الحالات اذا زملائك اخذوها مفروض تاخذها انت كمان. يعني انا ما بعرف ليش المواطن مرات بيضطر انه يتقدم مجلس شورى دولي او دعوه بالوقت اللي يعني اسوه ما في عداله ومساواه. يعني على كل حال نحن رح نسالك. اهلا وسهلا فيك، هيك بتعرف حالك، يا هيك يا هيك، ان شاء الله خير. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال نقطع الخط، اتصال اخر. الو، الو،
الو تفضلي. الو تفضلي. مدام شيدياء. مدام ريبيكا. اي اهلا مدام شيدياء. نعم. إلنا جدعتين حتى اسمع صوتك. ايه بس يا ريت بتوطي. كلك مهضومه كلك اليغانت. مدام بتوطي صوت التلفزيون. بنت الدورة على جونة. نعم. لأن أنا بشغل بالأبسي بيخذ 600 دولار بقطع بيجي من الأبسي على الزوق بالسيرفيس 2000 ليرة برجع بطلع على البونت أرجع على بيتي تاني من 2000 ليرة هدول إدي صار معاشون يعني عم بقبض 600 دولار عم يطلعوا كيت أجار البيت 100 اشتراك كهرباء 100 والسيرفيس كيف بدنا ناكل ما بنفهم بس بدنا فلوس فبير سيرفيس دغري بيوس لأنه نطلع بالبيوس تنأمن حياتنا بليز بدنا بس فروج فبرزة نقطة شاهد حد بيتي بقطع كل انسان بيقطع حد بيته يعني بدك جسر للمشيت يعني بتقصدي يقطع من الاوتوستراد لا 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 ما بدنا جسر مشيت بدنا فروج فبير فروج فبير ضو احمر ضو اخضر عظيم جسر بدنا سيرفيس ضو احمر ضو اخضر اوكي هي بدنا هيك منهم بس نوصل على بيتنا اوكي بأي منطقة بد المطروب لأنه أنت بتقولي تشتغل أبسي من الدورة مش أنا بس أنا بحكي عن من الدورة لا لجنة من أوكي. الدورة ليه بالحمرة فيه على البرج فيه كله فيه ونحن ما عنا أوكي أوكي بس بدنا هذا الخط بليز يعني بدنا إياه منكون أوكي نحن على كل حال بهاليوم رح يكون عندنا المهندس إلي حلو بجسبي والإعمار يلي هو مسؤول عن هذه المنطقة مثل الشمالي المنطقة الشمالية لبيروت إذا بدي أسميه رح نطرح عليه الموضوع إذا ملحوظ كمان ضوء أخضر ضوء أحمر على الأوتوستراد أهلا وسهلا فيكي كمان اتصال ألو ألو يعطيك العافية مدام ربيكا أهلا وسهلا فيك أنا عادل مفوض من مرجبة أهلا وسهلا كيف مرجبة اليوم؟ مرجبة وضعها صعب كثير أنا سنة الماضي حكيتك بموضوع الطرقات؟ حضرتك قلتي سنة الماضي حكيتك بالشتوية موضوع؟ بموضوع طريق مرجبة وتحفير طريق مرجبة إيه بعد ما خلصت الطريق؟ رئيس البلدية قال لك أنا ثاني يوم رح زفتها إذا بتتذكري إيه كيف لكان؟ إيه زفتها تاني يوم وحطوا يمكن زفت شي 3 سنتي 4 سنتي إيه شو بتعمل بتا... بتمنى عليك بتمنى عليك اذا بتطلع بتشوفي طريق مرجبة بتحزن اكيد بدي احزن لانه انا بعرف قديه بوقت الطريق اخذت وقت واخذت اشغال وعرقلت صيفيه بكاملها المواطنين اللي بيقصدوها وانا بعرفها كثير منيح لمرجبة بتفاجئ ليش هيك ما كان في يعني هالاستهتار نحن رح نرجع نحكي معه بلكي بيرجع بيزيدهم شي 4-5 سنتيمتر يمكن عم ينسى رئيس البلدية ونحن بمنطقة جبلية فوق أو لك اسمعيني شوي الظاهر ما في مراقبة يا أستاذ ظاهر ما في من يشكي ما في مراقبة ننفذوا المشروع بطريقة غير مطابقة للمواصفات كليا زفتوها بتشيرين يعني بآخر الصيف اجت الشتوية أخذت الزفت وأخذت كل شيء هلأ من شهر حفروها وحطوا لها تبن ومن شهر لحديت اليوم ما حطوا زفت طيب امبارح نهار الاحد الناس ما فيها تطلع لبرا انا كنت بتمنى عليكي عن جد تطلعي بكره او حتى تبعتي بدك ابعث لك صور تشوفي وضع مرجبه سيارات في سيارات على الكوع عم تضرب وتروح كارتير الزيت عم تدل مقطوعه بالطريق هي ناس حتى الناس الغربيه عم بيقولوا لنا ما في ناس بهالضيعه طيب انا اذا عندك صور بتمنى ونحن يعني نتلقى الاتصال نتلقى الصوره على الفيسبوك الحل عنا ونحن اكيد يعني ان شاء الله بنطلع على مرجبه بهاليومين جاي شتي كثير مثل ما بعرف ابتداء من الليل كل هالاسبوع رح يكون شتي حتى نستقرب الوقت اذا عندك صور فيك تبعت لنا اياهم على فيسبوك الحل عنا او على البريد الالكتروني الخاص بالبرنامج اكيد عم يقطع على الشاشه المهم من هودي كلهم يعني اكيد رئيس البلديه قاعد بالمنطقه مفروض يشوف الطرقات مش لازم نفرجيه بس ليش لا رح تبعها معه اهلا وسهلا فيك معك حق يعني كثير تعبتوا انتوا سنة الماضي بالطرقات كثير تعبتوا كمان اتصال الو اهلا الو اهلا بونجور بونجور مدام ريبيكا عم بحكيكي من انطلياس ايه اهلا وسهلا فيك في عنا نحن مستاجرين بانطلياس وجينا زودي على الاجار نعم 50% نعم بدي استفهم بدي اعرف هال 50%
مين قرر؟ لا نزل بجريدة رسمية ولا في شيء أبدا، والمحامي مصر قال إذا ما بتدفعوا بدي أبعث لكم إنذارات. شو هالحكي هيدا؟ مدام أجارك قبل 92؟ أنا أجاري قبل 92، اللي 56 سنة بالبيت، لكن أجار قديم. لا لك نحن يعني أنا هيدي فرصة كمان أرجع أقول، لأن ما في نهار بيقطع ما بنسأل نفس السؤال. أيه. مش الام تي في ولا الحل عنا اللي قال انه 50% ولا لا، لانه سمعتها كثير وحب رد وقل لك شو الموضوع. هيئه التشريع والاستشارات برئاسه القاضي ماريدونيز المعوشي هي تابعت الموضوع وارتكزت لحاله وردت لمجلس الشورى الدولي اللبنانيه، وعلى اساسه صار في محاضره بنقابه المحامين حول هذا الموضوع، وكان الجواب انه 50%، وتفصلت كيف، وفصلناها ثلاث مرات بالبرنامج مع المحامي الاستاذ نادر جاسبار. هي قبل 92 50%، حاليا قانون الايجارات الجديد بعد ما صدر وبالوقت ذاته 17%، مشروع كان تقدم فيه المحامي رئيس اللجنه الاستاذ روبير غانم مع قانون الايجارات الجديد اللي ما صدر لحتى الساعه. من هيك ارتكازا لدراسة هيئة التشريع والاستشارات يلي ارتكز على نموذج شكوى وردت على شورى الدولة، قالوا لنا انه 50% على كل الايجارات القديمة اللي قبل 92. يعني هيدي المعلومات اللي عندنا اياها، هي المعلومات الرسمية يلي نحن بنقدر انه نفيدكم فيها. منتابع الحل عندنا؟ الو، اتصال جديد. مرحبا. مرحبا. مدام ريبيكا. نعم. يعطيك العافية. يا أهلا فيك. معك مواطن من بيروت ساكن ببناية على الملة. نعم. في عندنا مشكلة من 15 سنة. نعم. نحن البناية ما كلها مسكونة. في نعم. ناس موجودين، في ناس مسافرين. نعم. في ناس مستأجرين، استأجر من الأهل. المهم المشكلة وهي إنه نحن عندنا عيار مي، ساعة نعم. مي يعني. نعم. 13 متر. مكسور علينا بحدود 15 سنة. نعم. طيب أنا بدي حرر حالي، بدي أخذ عيار لحالي، أنا مستعد أدفع كل المكسور علي من 15 سنة. اتصلت شي بمياه بيروت؟ يعني رحت شي سألتهم؟ إحنا قال لا بدكم تدفعوا 13 متر، لازمينا ب 13 متر. طيب نحن ما قادر أجمع السكان البناية وما في لجنة بالبناية. أي. مش مفروض يكون في حل يعني لإلها؟ مش معقول مفروض حل، ما هي 15 سنة. طيب بس ما حدا فيدفع عن 13 شخص مش موجودين يعني. مزبوط صحيح. شو الحل يعني؟ نحن رح نسألك فيها، لازم يكون لها مخرج قانوني بالنتيجة، لازم يكون لها مخرج، منتابع ومنعطيك جواب. ورح انتقل أنا وياكم لصورة اليوم. صورة اليوم وردت على فيسبوك، الحل عنا من أنطوان دو بيقول هالطريق العام للمنطقة الصناعية الواقعة بين الفنار وعين سعادة، من وقت ما تأسس هالمنطقة ما تعالج الطريق كما يجب، الوضع مزري ليك، والعمل لأجلكم أو لأجلكم ما بعرف، لا يمكننا أن نتنقل إلى أماكن عملنا وخاصة في الشبداء، وبما أن الطقس أصبح يساعد لمجهز الطريق الحيوية للمنطقة نطلب منكم المساعدة ونكون لكم من الشاكرين. نحن أكيد رح نتبعها، ومش معقول طريق صناعي يعني بقت عليها شاحنات وآليات وسكان تكون فعلا مزرية جدا. مشاهدينا نحن بانتظار أكيد اتصالاتكم على فيسبوك، الحل عنا، البريد الإلكتروني، الفاكس، كلها بتقطع على الشاشة. بدي أعطيكم موعد بكرة، وبدي أوعدكم دايما مثل كل يوم يعني منتابع منجاوب، وبدي أقول للمنصورية اللي اتصلوا فينا وقالوا في تلوث بالماء، نحن تأكدنا من مياه بيروت وجبل لبنان ما في تلوث مياه المنصورية. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.